السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل خلطة الفيجيتار، طعمها حلو جدا، بتنفع لأي حاجة مقلية، تعمليها في البيت بكل سهولة. مكونات عندنا مش هتكلفنا ولا وقت ولا مجهود، هتعمل معاكي كمية كبيرة جدا. كل اللي عليك ان انت تجمعي اي بواقي مقرمشات عندك في البيت، فينو بقى او فايش او توست او بقسماط، اي حاجة موجودة عندك في البيت جمعيها. دي بواقي مقرمشات كانت عندي. التوابل بتاعتنا بقى ملح وبابريكا وكركم وكاري وجنزبيل وبهارات فراخ، ممكن كمان تضيفي توم باودر او بصل باودر. دول 3 معالق دقيق كبار. كل اللي هنعمله ان احنا هنشغل الكبة وهننزل بالمقرمشات بتاعتنا، بس بلاش ننزل بيها مرة واحدة، ننزل كده حبة حبة من فتحة الكبة من فوق لحد ما نخلص الكمية كلها. طريقة سهلة جدا وصحية جدا وما فيهاش اي مواد حافظة. هي لسه محتاجة تتفرم فرمة كمان. بعد ما خدت الفرمة التانية هندخلها بالمصفى ونطلع اي زوايد فيها. شايفين لونها ذهبي جميل ما شاء الله. بعد ما نخلناها هنحطها كده في طبق صغير وهننزل بباقي التوابل بتاعتنا. ممكن كمان لو حابة تحطي في الكبة مكعب مرق دجاج هينكه معاكي، بس كده خليها من غير اي مواد حافظة، تكون صحية اكتر. هنحط دي وهنقلب كل مكوناتنا مع بعض. شايفين ناعمة ازاي؟ هي كده جاهزة معانا خلاص. تقدري بقى تعبيها في اي برطمان وتحفظيها في التلاجة وتطلعيها وقت الاستخدام. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تضغطوا على اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو مش مشتركين، وتشيروا الفيديو لأصحابكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.